قلنا كان درس سهل، لدينا معلومات عنه وممكن نحن نفيد بالأفكار لو ما كتير كنا حافظين. فإذا الأهداف كانت الدرس الماضي نتعرف على مفهوم الإعلام، فأنا بالدرس السابق صرت بقدر أعرف ما معنى الإعلام. يعني إذا سألت إحدى كنا ما معنى إعلام، كلمات إعلام يعني قبل مفهوم أعلم بكلمة واحدة إذا بدي أعرفها. أنا مبسوطة من اللي رفعوا أيديهم. فإذا سأطلب من مالك صديق أن تقفل الميكروفون لو سمحتي. أوكي. نانسي ميليجي، نانسي ما معنى أعلم؟ أعطيني تعريف بكلمة واحدة لكلمة أعلم. نانسي ميليجي أنت معي؟ هو نشر أخبار صحيح، أعلن والأحداث أنشر خبر أخبر أو أحداث. صحيح. من هون بقدر أنا استشف مفهوم الإعلان. إحنا سبق أخذنا مستند ومن خلاله تعرفنا. إذا أنت هلا ما فتحت الكتاب وبس طلبت منك تعرفي لي شو يعني مفهوم الإعلام، تتذكروا شيء من اللي حكيناه بالحصص السابقة؟ آلاء حسن، حتى ما أقول درسته وخلصته. أنا أقول بس أعرف مفهوم الإعلام. أي نعم، بدي بس بلغتك الخاصة. اسميني أنا لو سمحتي. ألا حسن. الإعلام هو بنشر الأخبار والأحداث، شو بيصير عن جميع العالم، عن حياة العالم. إذن نشر الأخبار والمعلومات في جميع أنحاء العالم، المعلومات والآراء والأفكار. الآراء والأحداث. لو سمحتي عبر وسائل متعددة. أوكي. عبر وسائل تدعى وسائل الإعلام. إذن من خلال ما تكلمت به نستطيع أن نقول نحن تعريف الإعلام بالآتي. شفنا الحصة الماضية، الإعلام هو بكل الحكي هون نشر الأخبار ونقل المعلومات. نشر الأخبار ونقل المعلومات، ها هي لحظة. فإذا باختصار نقدر نكرر أو نعيد ونقول إنه نشر المعلومات، هي عفوا هون نشر الأخبار ونقل المعلومات، ببساطة هاي مفهوم الإعلام. ولكن كمان تعلمنا أو صرنا بنعرف إنه الإعلام في الحصة السابقة له وسائل، له وسائل متعددة. يعني أنا ممكن أعلمك بعدة طرق، ما صحيح؟ فهو هذا كان الهدف الثاني. فتعرفنا إنه هذه الوسائل ممكن تكون مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. أو مرئية. مكتوبة على سبيل المثال يا رولا بتكون كل سنة. المكتوبة والمسموعة والمرئية. مثال عن الوسائل المكتوبة. الجرائد. الجرائد والمجلات. عظيم نور. جرائد. والملصقات. الملصقات، أحسنتي. المنشورات. المرة الماضية. الكتب. والمنشورات. الجرائد. كل شيء. المجلات. الكتب. الجرائد. المسموعة. جودي. لا. الراديو. الكاسات. بس أذكركم بس اللي بذكر المكتبة بعد ما تنتهي من الإجابة بتسكر الميكروفون، ولا هعمل ميوت للجميع. رولا سكر الميكروفون، نزلوا إيديكم هلأ. أوكي. سارة زيد، شو كمان عندي وسائل إعلام مسموعة؟ ما هذه الوسيلة؟ التلفاز. لا، بعدنا ما وصلنا للتلفاز. انظري إلى الوسيلة التي عرضتها الآن، ما هي؟ السي دي. نستطيع أن نسمع موسيقى، نستطيع أن نسمع أخبار مسجلة عليه إلى آخره. كمان حنعرض وسيلة تانية مسموعة. يا روان إسماعيل، بس الراديو فينا نقول كمان USB. حطلت ذكرنا الراديو، ذكرنا السي دي، USB، لأنه يقدر ينزل بس أنا معلومات مسموعة. وسيلة قديمة قليلا ما عادت مستخدمة يا لين عبد اللطيف، ما هي؟
السي دي أو الشريط الذي نضعه في المسجلة ونبدأ ونسمع شريط الكاسات أو الأخبار. شريط يمكن بعد شوي أنتوا بتصيروا تقولوا شو هيدا، أمتى كنا نستخدمه؟ هو السي دي صار قديم شوي. عظيم، أحسنتنا. كمان في وسائل مرئية بس على التلفاز. صحيح. هلأ حنبلش بالوسائل المرئية يا بتول. بتول من الوسائل المرئية واللي عندها تأثير كبير لأنه بتشتغل على السمع والنظر سوياً، ما هي؟ المسرع. المسرع. لا انتظري قليلاً يا جودي، انظري مش إلى لو سمحت عيشة حمام لقيتها. التلفاز. المسرح. التلفزيون. معلميه التلفاز يا سامي عاري، لأنه التلفاز انتبهوا عم نحكي عن وسائل مرئية، يعني أراها بعيني أسمعها بأذني. فإذا الكمبيوتر أيضا كمبيوتر. أنا أجاوب المسرح. معلمة هنا رأسك سؤال من أنا أجاوب المسرح والسينما. أوكي بس التكنولوجيا. قبل أن ننتقل إلى صفحة جديدة، في ناس عم تحكي، أنا ما بدي اسمع حدا لأنه قلت برفع الأيدي. هلأ فينا نخفض أيدينا، ما بقى في سؤال، هلأ بدي أرجع أسأل سؤال. طيب مين بدي أسأله؟ بس أنا بس بدي أقولك شغلة. تفضلي. بس التلفزيون فينا نحطه بالمسموعة، بالوسائل المسموعة، بالوسائل المرئية. صح. أحسنت. لأنه هو بنسمعه ممكن انه نسمعه بس ونشاء. بس لانه هو بيجمع اثنين انا فضلت حطه بالمرئيه. اوكي تمام. تفضلي. تمام. بس انا ما كنت على الحصص الماضيه بالتربيه. انا عامل تلخيص هلا. مين انت اللي عم تحكي؟ لحظه لاشوف. روان اسماعيل. روان اسماعيل. عظيم. هلا معنا انت في شيء لهون ما صعب عليك؟ لا اكرر. عرفنا مفهوم الاعلام، كملنا وقلنا عن شو اسمه. عظيم. فإذا وحكينا عن لحظة هلأ حكينا عن إنه الوسائل المسموعة مرئية ومكتوبة، هاي وسائل عنه. هلأ طب هالوسائل بحد ذاتها أنا فيني أقسمها، فيني أقسمها لشو؟ هقلكم لشو. فيني أقسمها لوسائل متصل. هلأ نشوف هون لحظة. أنا مش قدر تفوت لأنه هلأ إجا عند الناس مستقلة، قلنا أنه فاتت أو ظهرت، نحن نرجع عيد. هالوسائل فيني أقسمها لثلاث وظائف أو وسائل. تعرفنا بالحصة الماضية أنه في وسائل من هدول اللي هلأ شفناهن فيني أقول عنهم وسائل مستقلة، بينما في وسائل من ضمنهم أنا بدل أسمين وسائل نشر، وفي وسائل بسميهم وسائل اتصال. اتصال. اوكي. اذا انت انا شفتك شو يعني وسائل مستقله برايك يا ريان صالح؟ اوكي حياخذ من رفع ايده بتول صالح، عندك اجابه؟ وسائل مستقله يعني قديمه. كلا، من كلمة مستقلة يعني أنا إذا قلت هذه الفتاة مستعملة يعني غير معتمدة على الآخرين، معتمدة على الشيء. ريب يعني أنا على نفسي. لا تحكوا مع بعض، هذا مش يعني بطلنا نستعملها. لا أنا ما قلت قديمة، قلنا وسائل مستقلة، فأنا حطيت كلمة مستقلة بجملة تانية لحتى أوضح لك شو يعني كلمة مستقلة قبل ما نفوت بالتعريف وأقعد أحفظ. أنا أوقات بقول هالبنت أو هذا الرجل مستقل، مستقل عن أهله، يعني هو قادر إنه يكفي ذاته بذاته، قادر إنه يعتمد مسؤولية نفسه. صح؟ طيب إذا كانت عم بحكي عن وسيلة مستقلة يعني هي قادرة إنه تكفي حد ذاته، تعطيني المعلومات بحد ذاتها، مش بحاجة أنا تجهيزات أخرى. ما بحاجة تجهيزات أخرى. عظيم. هلا بنشوف التعريف. وسائل نشر من كلمتها وسائل نشر، أي أن ماذا يا خليني أسمع حدا من رفع إيده. فاطمة قاسم برأيك أنت بلغتك هي وسائل التي تؤدي وسائل نشر. بس أنا فاطمة وسائل نشر الوسائل التي تؤدي وظيفتها على نطاق واسع ولعدد كبير من الناس. أوكي. فأنا إذا عم بنشر الغسيل، ما بنشر قطعة قطعتين، بنشر الغسيل. فإذا هي تؤدي وسيلتها على نطاق واسع، مثل شو من هذه الوسائل اللي شفناها سابقا؟ إذا أنا بدي أرجع أعيد شوي بالصورة لورا،
وأرجع. من هذه الوسائل الإذاعة والتلفزيون. مثل أي من الوسائل تعتبر وسائل نشر؟ الإذاعة. يعني الإذاعة تنشر للبلد كله، ما بتنشر لشخص، يعني طاق واسع. التلفاز، بس انتبهي، التلفاز وسيلة مرئية، بس الراديو وسيلة مسموعة. بس عرفتوا؟ يعني كل وسيلة من هون فيها تكون وسيلة مستقلة، فيني نصنفها. أوكي؟ طيب الكتاب هو وسيلة مستقلة ولا وسيلة للنشر، وسيلة نشر؟ مش فيني أسأل سؤال؟ كل سلسبيلة. فيني أسمع سلسبيلة والباقيين سكروا الميكروفونات بعدكم عم تفتحوا من دون ما نقول لك، يعني ملك صديق تفتح لحالة. سلسبيلة، الكتاب هل هو وسيلة نشر أو وسيلة مستقلة بناء على التعريفين اللي هلأ نحن ذكرناهم؟ قلنا أنه وسيلة مستقلة يعني هو بينقل معلومات بحد ذاته، أنا بمسكه بقرأ بقدر أخذ المعلومة لحالي. أما وسيلة النشر فهي بتنشر عن نطاق واسع. برأيك الكتاب وسيلة، بس ممكن انه يكون الاثنين صحيح، ولكن هو وسيلة مستقلة، يعني هو بقدر اخذ معلومة واستقيها منه بحد ذاته لإلي بس، اما يعني بحاجة انا اقرأ لحالي. اما النشر التلفزيون ممكن نحطه ونسمعه 100 شخص، فلهيك بنقول عن التلفاز مثلا وسيلة نشر. اما الكتاب فهو بحاجة شخص شخص وسيلة مستقلة، وسيلة مستقلة مثل الجرائد، المجلات، لانه شخص واحد اللي عم يقراهم، فبنقول وسيلة وسيلة مستقلة. اما التلفزيون والراديو فهني وسيلة للنشر. في تصنيف ثالث واللي هو وسائل اتصال. أنا هلأ عم بستخدم تطبيق وسيلة بس فيني اتصال. أنا عارفه أنا خلصت سؤالك، بتسكري جودي، ممنوع تفتحي الميكرو لحالك. هلأ عم بس فيني أنا لو سمحتي، ما فيك تقليلي فيني أنا، حتى فيك ترفع إيدك بس. أوكي، فإذن وسيلة اتصال، نحن اليوم عم نستخدم الحاسوب من خلال الإنترنت ومن خلال تطبيق اسمه زوم، عم نستخدمه لنتواصل مع بعض. فإذن هذا وسيلة شو؟ هل هو وسيلة مستقلة؟ كلا. هل هو وسيلة نشر؟ كلا، وسيلة اتصال. بخلال هالوسيلة الاتصال نحن عم نتبادل شو؟ معلومات وأفكار. فإذن هنا صرنا عم نحكي وسيلة اتصال. جميلة أبو رقبة، فيك تسمي لي وسيلة من وسائل الاتصال؟ الهاتف. الهاتف، أنا بفتح في عندي شخصين عن طرفين عن الهاتف، واحد عم يتلقى واحد عم يرسل معلومات، فإذا وسيلة الاتصال. ملاك صديق عندك إجابة أخرى؟ بس أنا ما كنت عم بعرف هاي، بس كنت بدي أسألك ما عارف. مثل انه عندنا التلفزيون ليه بنقوله انه هو وسيلة مرئية وفينا نسمعه كمان؟ اوكي، قلنا التلفاز مرئية مسموعة لانه انا بستخدم حاستين فيه لا اقدر اخذ المعلومات منه، بستخدم النظري والنظري، فعشان قلنا مرئية ومسموعة. الكلمة واضحة اظن، يعني مرئية يرى، من كلمة يرى. انا بسمع يسمع. شو اللي استغربتي انت؟ ما فهمت بعد لهلا. لا بس انا سمعتها بس مرئيه. لا فينا نحطه مسموع، بس انا حطيته ضمن المرئيه لانه بتشمل انه هو الصوره عندها كثير تاثير فيه بالتلفزيون. بس انه كمان نحط له كلمه كانه انه بنمسك الريموت بنقلب فيه، انه مثلا كانه بنحط المحطه اللي بدنا اياها فيه. هو لانه ميزه التلفزيون، يعني الشيء اللي ميزه عن الراديو الصوره. الصورة عندها كتير تأثير على الأشخاص، وبتقدر تنشر معلومات. أوقات نحن كتير منوطي التلفزيون، ما منشوف الصورة مثلا مشهد حادث، منصير نألف المعلومة والخبر، ما من كتير منتفر على السمع. عرفتي؟ فعشان هيك أنا بديت أو حطيت الأولوية للمرئية. أوكي؟ طيب هلأ فيها كمان تكون مكتوبة كتير. في عندكم أسئلة؟ يعني خلينا نشوف تعريفهم زي ما قرأنا المرة الماضية. قرأنا أن الوسائل هي أنواع مكتوبة. مين بيقرأ اليوم بسرعة؟ ميرال. بس أنا لو سمحت. بس يلا. تقسم وسائل الإعلام الأنواع وفئات. أما الأنواع فهي الوسائل المكتوبة والمثل والجرائد والمجلات والكتب والمنشورات والملصقات. الوسائل المسموعة وتتمثل بالإذاعة أنا قلت لميرال مش ميرا.
أنواع وسائل الإعلام و... أوكي، وسائل مكتوبة. تقسم وسائل الإعلام إلى أنواع وفئات. أما الأنواع فهي وسائل المكتوبة وتتمثل بجرائد ومجلات وكتب ومنشورات وملصقات، وسائل المسموعة وتتمثل بالإذاعات والكاسيت، إذاعة، وسائل المرئية وتتمثل بالتلفزيون والسينما والمسرح. عظيم. يمكن توزيع هذه الأنواع إلى الوسائل. شكرا ميرال. ميرا عشان أسكرناها حرام فكرت حالها. نعم. يلا فيك تقرينا هالوسائل. أنا بقدر أقسمها إلى وسائل قلنا عدة فئة. وسائل مستقلة ووسائل النشر ووسائل الاتصال. أخذنا منها ما وسائل مستقلة هي تؤدي بسرعة. هي الوسائل التي تؤدي وظيفتها بذاتها دون أن تكون بحاجة إلى تجهيزات أخرى مثل الجريدة والكتاب والشريط والمسجل والأسطوانة. عظيم. أحسن. وسائل النشر أكمل. وسائل النشر هي الوسائل التي تؤدي وظيفتها على نطاق واسع لعدد كبير من الناس مثل الإذاعة والتلفزيون. أحسن. وسائل الاتصال هي الوسائل التي تساعد على تبادل المعلومات بين شخص وآخر أو بين مجموعة من الأشخاص مثل الهاتف والفاكس والإنترنت والأقمار الصناعية. أحسنت يا ميرا. فإذن هذا ملخص عن اللي حكينا. وكمان هذه الوظائف تعرفنا أنه في الوظائف الإعلامية. الإعلام مش هو بس هيك لأتسلى وإلعب على الإنترنت، لا، نحن اليوم عم نستخدم تطبيق لحتى ننقل معلومات تربوية، فالوظيفة تربوية. تعلمنا أنه كمان أنا في أفتح التلفاز وأسمع الأخبار، فهو وظيفة إخبارية. وتعرفنا أيضا أنه في وظيفة تثقيفية، أنا في كتير برامج بحضرها على التلفزيون، هي بتثقفني وبتعطيني معلومات سواء فنية أو بغض النظر عن شو نوعيتها، مش أنه ضروري تكون بس بالدراسة إلى آخره. هأنتقل للوظيفة اللي كانت معنا لحتى نصححها سويا ونوقف على أخطائنا مع بعض، عشان هيك هصححها سويا. دونك ترجعوا على دفتركم أو على الورقة اللي كانت معكم أو على إجاباتكم. فحنقول لساندي الحج، أول سؤال كان على مستوى المعارف، يعني بيكون حفظ. اختر العبارة الصحيحة. بدي أغيب دقيقة بس، خليكم معي، أعمل بوز وبرجع. أوكي صبايا، دقيقة واحدة. أوكي. يلا. أوكي ماس. أوكي ماس. أوكي ماس. أوكي ماس. أوكي ماس. أوكي ماس. تبعت النت أنت وعم تقول أوكي. أنا شو عم تقول أوكي؟ ما كان جاي عند الصوت. بنات ما حدا جاوب، بس تقول المس أنا. ماشي؟ يعني أنا مش أنتو. بس كنت جاوب ارفع ايدي، يعني فعلي تعرف ايدي أنا. أنا ايدي هلك ده تقع بالأرض. بس شو بدكو حتى الزم أحسن من حتى الواتساب؟ احسن ما يصيروا كمان البنات يصيروا يكتبوا هناك ويصيروا يحطوا ستيكرز مش بعرفني. وكله بدهم يقعد يحكي ويسوي وانا اوكي وهيك. لا هم ما تقعدش في زوم. بس عم نفهم هلا منيح لانه على الواتساب هلا منيح الوضع. وين الماس؟ تأخرت الماس. لو وين الماس؟ طلع. مازال الأول بس هو بس بعده عم بسجل. قالت خليكوا شوي. أنا معكم صبايا. بعده عم بسجل. معكم. إيه بعده عم بسجل. هلا بنعمل تطول من كذا. بعده عم بسجل. يلا. ايه اوكي يلا انا معكم عم تسمعوني. ملاك راما معاري عم نسمع. فاذا الصفحة تبعت الامتحان كنا عن ورقة عمل رقم واحد، الاعلام حق للانسان كرسته المادة. هلا من ضمن اللي راجعناهن نحن في مستند المرة الماضية ملاك قرأنا وعرفنا انه الاعلام حق
يعني مذكور بحقوق الإنسان. بأي مادة برأيك؟ 19، 16، والرابع عشر. هون هذا السؤال بخلينا نرجع يعني نحفظ هاي ورقة العمل اللي اشتغلناها المرة الماضية. بس فيني أنا؟ أوكي ملك عادي. تشوفني أبلش أقرأ السؤال. عمل صحيح عليها. اللي ما عارف عليها هلأ صار بيعرف. فازن ملك علي معي أنت؟ ما بدك. هنية قفاص. بس فيني أنا؟ هنية قفاص. يلا هنية. فازن برأيك الأعلام حق كراسته وحقوق الإنسان أي بأي مادة؟ 19 المادة 19 الرابع عشر. يعني هلأ حتى اللي ما حفظ معنا الدرس بالإعلام من خلال المراجعة بيرجع بيعلق براسه بعض المعلومات، وهلأ صار بيعرف أكثر أنه كمان المادة المادة 19 حقوق الإنسان. هلأ نشوف الإجابة هي اللي كرستها الإعلام. طيب الإعلام مكتوب آية السعدي. آية السعدي آية الإعلام مكتوب من الإعلان العالمي حقوق الإنسان المنشور أو كل ما ورد. كمان الحصة الماضية كل ما ورد عند الضجة كتير ظاهر درسنا أنه الإعلام حق من حقوق الإنسان، وهلأ ذكرناها بالرقم واحد، يعني معناتها الإجابة واحد ألف هي صحيحة. رح تأتي كمان المستند اللي أخذنا المرة الماضية فرح أمس وفرح استتي. كمان ذكرنا أنه الدستور اللبناني كمان يحمي حرية الإعلام، يعني هدول اثنين صحيحين. إذن أي كل ما ورد صحيحة صحيح يا كل ما ورد صحيح. رينا رقم ثلاثة يا فرح. كل ما ورد. يلا مس. وسائل النشر هي وسائل تساعد على تبادل المعلومات بين شخص وآخر. ب وسائل تؤدي وظيفتها على نطاق واسع. جيم وسائل تؤدي وظيفتها دون الحاجة إلى تجهيزات. أحسنتي. هلأ نحن شوي رجعنا وسائل النشر، قلنا في ثلاث أنواع من الوسائل النشر، ما هيك فئات وسائل نشر. وسائل شو فيك تعيدي لي إياهم؟ في فرح أنا ذكرتها وهي عم بحكي. عليك حق ملك الصديق، هعملك بلوك إذا حدلك تفتح الميكرو لحالي. فرح استاتية قلتي هلأ نحن عم نحكي عن وسائل النشر، هن ثلاث فئات وسائل نشر هلأ كنا عم نحكي عنه. شو الفئتين التانيين؟ أنت بس في وسائل في وسائل المكتوبة صحيح، وفي وسائل المسموعة. هدول أنواع، أنا عم بحكي عن فئاتهم. أنا قسمت هول الوسائل المسموعة والمكتوبة يا فرح. في وسائل النشر في مجال ما تفتحي الميكرو وتقولي أنا فيني أجاوب، أنا شايفة إيه في ديك مرفوعة. فازن في وسائل نشر، وسائل مستقلة، ووسائل اتصال. قصدين يا فرح. أوكي وسائل الاتصال أي إجابة صحيحة برأيك؟ هذا بيحكي كاميرا. وسائل تساعد على تبادل المعلومات بين شخص وآخر. كلا إحنا قلنا نشر، ما عم ننشر غسيل. هي وسائل تؤدي وظيفات على نطاق واسع، يعني مثل التلفزيون بينشر لنا لجميع الناس، مش لشخص وشخصين، ممكن العائلة كلها تقعد تحضر برنامج. هو وسائل تؤدي وظيفات على نطاق واسع. أوكي. شكرا يا فرح. ملك خليل ليش فتح الميكرو؟ راما معاري ليش فتحة؟ بتول صالح ليش فتحين الميكرو؟ نضل نحكي. فأذن هأخذ آية شبطي. آية شبطي ما رافع إيدها، ما أنا جاهزة. دعاء نباني. يا نباني ما قرأت. في كتير ممكن ما يمرق الدور عليهم، نحن عندي في 41. بس أنا كنت ناسي أرفع إيدي. طب أنا طلبت هلأ من آية شبطي منا موجودة، طلبت من دعاء نباني. دعاء يلا أجيب بالصح أو خطأ على العبارات التالية. العبارة الأولى يلا يا دعاء. الإعلام هو نشر الأخبار والأحاديث والمعلومات والآراء عبر وسائل متعددة. صح. فإذن هذا التعريف اللي منذ قليل قرأنا صحيح، وهيك منشوف. مش فيني أنا. شكرا يا دعاء. ساندي معني أنا الميكرو بس أنا مش فيني أنا. رقم عاري وراها ساندي. رقم اثنين. نعم.
لكل شخص حق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية ويشمل هذا الحق حرية اعتماد الآراء دون أي تدخل. صح. هذا المستند، هذا كان مستند شفناه المرة الماضية ساندي، وفي خلال المستند هيدا المستند بتتذكروا شو كان مصدره؟ هلا حنشوفه بعد شوي. اي لا انا بتذكر يعني، خليني اشوفه. هي لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون اي تدخل. الواحد له رأيه ما بتدخل فيه، والأفكار تبعيته وتلقيها وإذاعتها، وأنا بقدر أتلقى الأخبار وزيع الخبر اللي بيعجبني بأي وسيلة كانت دون